غادر البلاد فخامة الرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص الصديقة والوفد المرافق هذا اليوم مختتما زيارته لمملكة البحرين التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكان في وداع فخامة الرئيس القبرصي لدى مغادرته مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق وعدد من المودعين